أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، العامة دلوقتي أصبح يعتمد على نفسه بنسبة 90% علشان يدخل في مرحلة الجامعة. فالطالب المجتهد واللي هيحاول يفهم المنهج هو اللي هيقدر يوصل لبر الأمان. ونتمنى إن على جميع الطلبة إنها تحاول بقى تستخدم كفاءاتها الشخصية. بيتكون من صفوف افقيه، ادي الصفوف الافقيه اللي هي بشكلنا بتسمى باسم الدوره، وعددها 7 دورات عندنا في الجدول الدوري. ادي الدوره الاولى، ادي الدوره الثانيه، ادي الدوره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه. وعندي الجدول الدوري بيتكون من 18 اعمده راسيه، الاعمده الراسيه اللي هي دي بتسمى باسم المجموعات، عندي 18 مجموعه في الجدول الدوري. المجموعه خواصها ان عناصر المجموعه بيبقى لها نفس الخواص، بالاضافه كمان ان التركيب الالكتروني للمستوى الاخير في كل مجموعه بيكون واحد. طيب انا عندي ده شكل كده بيوضح الجدول الدوري زي ما انتم شايفين، بيتكون من هيدروجين واحد، الهيليوم اثنين، ثلاثه ليثيوم، اربعه بيريوم، خمسه بروم، سته كربون، سبعه نيتروجين، ثمانيه اكسجين، واحنا ماشيين. طيب الجدول الدوري عندي صوره كمان بتوضح الجدول الدوري زي ما انتم شايفين كده، ادي المجموعه الاولى، ادي المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه، الرابعه، لغايه ما نوصل لل 18. طيب بالنسبه للارقام اللي هي موجوده فوق ديت في المجموعات، هتلاقي عندك منها بياخد A ومنها بياخد B زي ما انتم شايفين. طيب المجموعات عندي بتنقسم لمجموعات رأسية بتاخد الرمز A، وعندي مجموعات فرعية بتاخد الرمز B. طيب بالنسبة للأرقام اللي فوق المجموعات دي، يهمني أكون عارفها كويس عشان خاطر لما ندخل في السلسلة الانتقالية، عناصر الانتقالية، يهمني أنا عارف الرموز ديت بتشيل إيه. طيب أدي الرموز أهي، واحد يعني واحد بلاتيني، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاث صور ديت يعني ثلاثة، أربعة يعني أي بي، خمسة يعني بي، ستة في أي، سبعة في أي أي، ثمانية في ثلاثة، أنا يهمني من واحد لحد ثمانية. لما نرجع تاني للجدول الدوري، انا عندي الجدول الدوري بينقسم لاربع فئات. طيب عندي الفئه اس بتقع على يسار الجدول الدوري وبتشمل العمودين واحد واثنين اللي هي بتاخد 1 اي و2 اي. طيب وعندي عناصر الفئه دي، عناصر الفئه دي بتقع اقصى يمين الجدول الدوري، لما نيجي نبص على المجموعات هتلاقي عندك اس 1 اي 2 اي، اما العناصر الفئه دي بتاخد 3 اي 4 5 6 7، وعندي المجموعه الثامنه اللي هي بتسمى باسم الغازات النبيله او العناصر الايه النبيله. يبقى الجدول الدوري لغايه دلوقتي احنا قسمناه لفئتين، فئه اس على يسار الجدول الدوري والفئه دي على يسار على يمين الجدول الدوري. الفئه اس والفئه دي الاثنين بيسمى باسم العناصر. مقدمه سريعه للباب الاول والعناصر الانتقاليه، انا حبيت بس في الفيديو القصير ده أوريكم سرد سريع للأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى، لأن طبعا ده جزء سهل وبيجي عليه أسئلة في الامتحان، فأنت من أولها كده تضمنه. ويمكن إحنا بنحاول نفتح نفسك على المنهج من الأول، نوريك إن هو سهل مش في أي مشكلة، بس أنت أهم حاجة تتابع أول بأول وتنظم مذاكرتك، وهتلاقي العملية سهلة جدا. والكيمياء طبعا دي مادة كويسة هتلم لها درجات كتير بالنسبة لطلبة علمي سواء شعبة العلوم او شعبة الرياضيات. تابع الفيديو على اساس ان انت تعرف الاهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الاولى من السكنديوم 21 للخرسين 30، وفي جدول كمان بيوضح لك الرموز عشان الطلبة اللي ناسي الرموز والتكافؤات للعناصر المجموعات الذرية عشان كتبت الرموز رموز المركبات. وأيضا هتلاقي في جدول في أعداد تأكسد عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، وأهم عدد تأكسد لكل عنصر، وطبعا ده هنوالي برضو تفسيره فيما بعد. إن شاء الله تكون فتحة خير وتكون سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم مستر أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالكهرباء.